النهارده ماتش مانشستر يونايتد وفولام؟ لا يعني انا شفت تابعت التراكنج بس اللي فيهم عملت تراكنج هايلايت افتكرتك يا كريم ساعتها سيبني احكي لك يعني لسه بقول لك فولهام كسبان سيبني احكي لك عشان عايز اقول حاجه كمان انت اتفرجت قول لنا النهارده يا جماعه مانشستر يونايتد كان بيلعب فولهام في كاس الاتحاد الانجليزي فولهام كسبان 1-0 تقريبا حتى الدقيقه 74 في كوره راح بيها سانشو ورقص الجول وبعد كده ويليان طبعا لاعب تشيلسي الكبير هو بيلعب في فولهام دلوقتي شال الكوره بايديه حته محمدي دي حته محمدي حلو التشبيه ده عشان الناس تاخد الصوره المهم الحكم احتسب احتسب الكوره ضربه ركنيه خلاص ما شافش لبسه الايد بتاعت ويليام اللي كانت الكوره رايحه للجول رجع للفار وهو راجع الفار انا همشيكم بس بالسيناريو عشان بس انا عايز اوصل لحاجه مهمه وهو راجع الفار رايح تمام فالمدرب رايح بيعترض على الحكم فراح الحكم على طول طرد يعني هو رايح على الفار كده المدرب جاي عليه بيزعق راح اداله طرد راح يكمل عادي الفار كده بكل هدوء تمام بعد ما خد الطرد رجع احتسب الكوره ضربه جزاء وطرد ايه ويليان بعدها ايه اللي حصل راح طرد متروفيتش بمنتهى السذاجه بس انا اصلا اللقطه بتاعه متروفيتش دي تدرس للحكم هو متروفيتش بيديله بالكتف كده بيلمس الحكم انا اعتقد الحكم ما لحقش يشوف مين اللي جنبه كان البطاقه الحمراء طالعه من غير تفكير طبعا. طرد المدرب وطرد اتنين لعيبه والحكم ثابت طبعا. ولا اتحرك له شعره انا عمال اسقف للحكم انت عارف يعني انت بتتفرج على مباراه معجب بالحكم المهم ضربه الجزاء سجلها برونو بعدها على طول سبيتزر جول بالكعب في دقيقتين ضربه جزاء خلصت المباراه في دقيقتين تقريبا تسكتوا يعني. لا تجيبوا التالت بس ده كده يعني واحده عشان خاطر برونو برضو يعني حبيبنا يعني وقاد هو يبقى نكد انا بنكد عليه من كله يعني الريال يتغلب ومانشستر يتغلب فيعني خليه بس يبقى بس واحده ما التحكيم هناك في انجلترا حاجه بغض النظر انه في اخطاء في اخطاء ليه لهم اخطاء طبعا يعني فكره قوه الشخصيه بتاعه الحكم كريم انت حطيت ايدك على حاجه مهمه جدا احنا نسينا يمكن انا وجيمي حتى لما بنبص على الماتشات المحليه ان الحكم ده يعني كان من الحاجات المفروض لما جماهير بتبص حاجه من حاجات مقدسه ده القاضي في الملعب فالنهارده اللي حصل ده طبعا شخصيه الحكم مهمه لكن ده الطبيعي انت اما سيبك بقى من سذاجه متروفيتش في حاله ان فريقك واحد الماتش لسه فيه هتلعبه 10 ممكن صح فيها فرصه صح انه رايح بيعترض ويخسر فريقه ويلعبه 9 ويخبط الحكم ويخبط الحكم حاجه في انجلترا يعني ده هيزعل كمان اعتقد في عقوبه بعد غير الايقاف فان انت مفيش مشكله انا رجعت شفت الفار وهحسبها ضربه جزاء واللاعب همسكها زي ما انت بتقول ويليام بايده عمدا فيستاهل يستحق بطاقه حمراء لعيب تهجم على الحكم فبطاقه حمراء مدرب بيعترض عليا وانا رايح اشوف الفار بطاقه حمراء الثلاثه في شيء مشكله وسرعه البطاقه ومحدش هيرجع يقول لك فولهام اتذبح ولا فولهام اهو الناس شايفه بعينيها زي ما انت حكيت يا كريم التسلسل ده للناس الحكم مهم جدا يكون نتمنى يكون هنا نفس الحسم في اي حقيقه بالمناسبه بقى جيمي في اخر المباراه كمان انا قلت ايه اول ما الحكم يصفر تمام هيجروا عليه الامن يحوطوه والجماهير هتشتم وتزعق واللعيبه هتروح تتخانق بقى وتضربه وفجاه بعد الماتش ما خلص الحكم واقف هو والاثنين مساعدين ولاعيبه فولهام مع لعيبه مانشستر يونايتد رايحين يسلموا عليهم عادي جدا المباراه خلصت يا جماعه ده ما ده العادي شوف اللي انت مبسوط بيه ده ده المفروض العادي بس ده المفروض العادي بس هو مش عادي عندنا احنا مش عادي مش هتروح تتخانقوا معاه شويه انا قلت في 3 4 هيتردوا كانوا ايه الحكم بيقعد ساعه ونص عشان يخرج من الملعب لا قلت في 3 4 من فولهام كمان هيتردوا بعد الماتش والله الحكم عندنا بيقعد احيانا في مباريات والله بيقعد ساعه ونص عشان يخرج من الملعب يعني قضيه الناس احيانا في حاجات ما بتجيش ورا الكاميرا بتيجي بتبقى من ورا الكاميرا يعني الحكم بيفضل شويه الناس محوطاه ويقعد له ربع ساعه في الملعب لا لا ونص ساعه في اوضه اللبس بتاعته وعبال ما يخرج ويركب عربيته او يركب اللي شويه يركب ايه يعني بيقعد ساعه وربع لا ده بكلمك هنا على دوري ممتاز كمان تحت الدنيا اصعب بالمناسبه هي شخصيه حكم جيمي بس كمان ده جزء من الشخصيه يعني جزء من الموضوع الشخصيه طبعا بس في ناس بتحميك المنظومه بتحميك اي منظومه انا بتكلم على المنظومه طبعا انت مش هتقدر تعمل الكلام دوت لو المنظومه دي مش هتقدر مش تطلع عقوبات مش حد عايز يحل حاجه كريم ويدور على فرد دور على منظومه السيستم هو اللي بيصلح كل حاجه مفيش فرد بيصلح حاجه صح